بهدف مواجهة تداعيات موجة التضخم العالمية وتجنب تأثيرها السلبي، أعلنت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية والتعامل مع الموجات التضخمية التي تجتاح العالم الآن، وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري بات أكثر تماسكا في مواجهة التحديات العالمية، وأنه يمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، موضحة أن الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية. وقالت الوزارة إن الموازنة العامة أصبحت أكثر مرونة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية الشديدة، رغم هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها مختلف الاقتصادات. توقعت وزارة المالية تحقيق فائض أولي بنحو 90 مليار جنيه، وخفض العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2% بنهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل. وفي هذا الإطار، رأى محللون اقتصاديون أن تشهد السوق مرونة محدودة في سعر العملة المحلية، تعكس الضغط الذي واجهته مؤخرا بسبب المعركة الحالية مع ارتفاع التضخم ونمو أسعار السلع عالميا نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية. واتفق الخبراء على أن الاقتصاد المصري قادر على امتصاص الصدمات وموجة التضخم التي يشهدها العالم في الوقت الراهن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في توقف سلاسل الإمداد والشحن وارتفاع أسعار الخامات والسلع الغذائية عالميا. وأكدوا أن الاقتصاد المصري نجح في مواجهة التحديات التي فرضتها أزمة كورونا، وحقق معدلات نمو إيجابية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتسعى الدولة من خلال السياسات النقدية للحفاظ على معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة. ويرى الخبراء أنه مهما كانت التحديات غير المحسوبة في الفترة الحالية وخلال الفترة المقبلة، فإن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة أي صدمات مالية محتملة مهما كانت حدتها بفضل السياسات التي اتخذتها الدولة على مدار السنوات الماضية. إذن ماذا بعد رفع معدل الفائدة في الولايات المتحدة وفي عدد من دول العالم، وإلى أي مصير يسير الاقتصاد العالمي في ظل هذه الموجة التضخمية والتي تتجاوز تأثيراتها حدود الدول ورغبات الدول في تحقيق الاستقرار الاقتصادي؟ هذا ما أسأل عنه ضيفي الكريم في الاستوديو، دكتور عادل المسلماني، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. أهلا بحضرتك دكتور عادل. أهلا. لو بدأنا بالخطوة الأمريكية، لأنه دائما بتكون البوصلة ماذا ستفعل أمريكا في أسعار الفائدة، ومن ثم التأثير يكون على مستوى البنوك المركزية والمصارف المركزية في دول العالم. الولايات المتحدة رفعت بمقدار ليس بضئيل وضخم في منذ 22 عام لم ترفع بهذه النسبة أو بهذا القدر. التأثيرات المباشرة لذلك، اسمح لي أولا أقدم خالص التعازي لفخامة الرئيس وللجيش المصري العظيم وللحكومة المصرية والشعب المصري العظيم والأهالي الضحايا الهجوم الإرهابي الجبان والخسيس اللي حصل على أبنائنا. وأحب أقول للإرهابيين إن كل قطرة دم بتنزل من جندي مصري على أرض مصر بيطلع مكانها 1000 جندي و1000 رجل مستعد للشهادة من أجل مصر. ربنا يرحمهم جميعا ونتمنى الشفاء للمصابين إن شاء الله. نيجي نتكلم في موضوع الحلقة النهاردة. الناس بتتساءل قبل ما نتكلم على تأثير اللي بيحصل في الاقتصاد العالمي لمصر، بيقولوا طب هو الدولار لما بيحرك سعر الفايدة عنده وبيحركها بنسبة مثلا 5 من 10 اللي هي 50 بونت، ليه بيحصل عندنا مشاكل وفي العالم كله مشاكل؟ اشمعنى؟ طب انا لو انا عملت الكلام ده في مصر ما بيحصلش مشاكل في امريكا؟ احب الاول اوضح ان في نظرة تاريخية الاول بالنسبة للدولار. كلنا عارفين ان اي عملة وطنية بيقابلها رصيد من الذهب، وده اللي بيعادل قيمة العملة. جت أمريكا في اجتماع عالمي سنة 1944 في معاهدة برايتن وودز، وقالوا يا جماعة احنا بنضمن ان كل 35 دولار أمريكي يساوي أوقية ذهب قيمتها 15 جرام. نعم. وده ضمان ثابت، في أي وقت أي دولة عايزة تدينا الدولارات نديها مجانها الذهب، فأصبح الدولار يساوي الذهب. فبدأت الدول تاخد الدولار وتعمله احتياطي للعملة المحلية بتاعتها، فأصبح الدولار هو الاحتياطي. قامت الحرب الباردة بين روسيا وأمريكا،
أثناء الحرب الباردة حصل مشكلة الصواريخ الكوبية اللي حاول الاتحاد السوفيتي أن ينشر صواريخه في كوبا ورفضت أمريكا وأعلنوا أن أي مركب هتعدي فيها صواريخ هنغرقها في خليج الخنازير وحصلت المشكلة العالمية. الناس خافت، بدأت الناس تطالب بأنها تدي الـ 35 دولار وتاخد أوقية الذهب على أساس أن الذهب على أساس يعني الدولار يساوي ذهب. نعم. ودي قاعدة أمريكا تعهدت بها في برايتون وودز مدى الحياة. النهاردة بعد سنة بعد 10 بعد 100 هتيجي تقول لي خد 35 دولار هقول لك خد ذهب. تمام. نيكسون لقى إن لو مشى في أثناء الحرب الباردة وخوف دول العالم من إنها تبقي عندها احتياطات بالدولار وحاولت إنها تحول الورق اللي عندها إلى ذهب، ده هيؤدي إلى إفلاس الخزانة الأمريكية. فنيكسون صدم العالم صدمة اسمها صدمة نيكسون وقال الدولار هو ذهب في ذاته مش هحول. وهنا كسر قاعدة الذهب. فلما كسر قاعدة الذهب اللي كان مقابل احتياطي عالمي يساوي قيمة الذهب لكل عملة، نعم، انكسر. تحرك هنري كيسنجر وزير خارجية أمريكا في هذا الوقت وذهب إلى السعودية وطلب من السعودية ومن الدول المشتركة في أوبك في الخليج إن هي تقيم البترول بتاعها بالدولار ويبقى الدولار نقوله مقابل احتياطي عالمي، يعني تقيم به السلع الاستراتيجية لا سيما البترول. فأصبح البترول بيقيم بالذهب. وبعد كده اتجه للدول الغرب اللي اتأثرت بهذا القرار وقال لهم يا جماعة بعد ما بقى الدولار احتياطي عالمي وحيد نعمل سلة من العملات دخل فيها المارك الألماني والين الاسترليني. سلة العملات الرئيسية بالضبط كده والين الياباني. ده النظرة التاريخية. فلأن هي دي النظرة التاريخية فأصبح الدولار لو حصل في أي تغيير في قيمة فايدته قلت بجاتة الفايدة بتاعته، معنى كده ان الدول اللي شايلة الدولار مقابل احتياطي عندها اللي هو في ذاته اصبح ذهب واللي كسر القاعدة الاساسية للذهب في العالم اصبح الدولار لو حصل فيه تغيير يعمل مشاكل لدى الدول اللي هي بتحتفظ باحتياطي دولاري. ليه برضو؟ لان انا النهاردة لما انا امريكا بقول هزود 50 بونت لأول مرة الدولار يطلع بالفايدة بتاعته للسعر ده، يبقى المستثمرين في سندات الخزانة وزنات الخزانة تعمل ايه؟ ترجع تبيع سندات الخزانه في الدول الاقتصادات الناشئه والاقتصادات الناميه. نعم. وتاخد الدولارات وتروح تديها لامريكا عشان تاخد مقابلها فايده ثابته موجوده عندها ومؤمنه، لان هم يهدفوا الى تحقيق هذه الصفقه الرابحه من سريعا. هذا الصفقه الرابحه ده معناها ان امريكا بتحمل العالم والاقتصادات الناشئه بالذات والاقتصادات الناميه فاتوره التضخم الامريكي. طب التضخم الامريكي بقى سببه ايه؟ نبدا كده بالراحه من 2008 ازمه الرهن العقاري اللي حصلت كانت ازمه كبيره وشديده. نعم. بعدها دخلنا في الحرب التجاريه الصينيه الامريكيه اللي كانت الصين بمقتضاها بتحاول تقلل سعر عملتها فتضرب الدولار الامريكي فيؤثر على الاقتصاد العالمي. الصين بعد كده عملت الحزام والطريق عشان تخطف الاسواق التقليديه للغرب. بعدين دخلنا في ازمه كورونا، لما دخلنا في ازمه كورونا حصل تباطؤ للاقتصاد العالمي، طلعنا من ازمه كورونا الى الحرب الاوكرانيه الروسيه والاحتياطي العالمي للقمح ولبعض الحبوب اللي موجود في منطقه روسيا واوكرانيا تاثر تماما امداده للدول الناميه. نعم. فكل ده اثر بشكل مباشر. احب اقول لك ان الاقتصاد العالمي مش هقول انه مريض، ولكن الاقتصاد العالمي مات سريريا، لان الاقتصاد العالمي مدين حجم الدين العالمي 254 تريليون دولار من كل الجهات لكل الجهات من كل الجهات لكل الجهات. واكبر دوله مدينه، تشوف بقى هتستغرب جدا لو قلت لك الليسته دي هتفاجئ، اكبر دوله مدينه في العالم ب 22 تريليون دولار هي الولايات المتحده الامريكيه. يعني نصيب الفرد الامريكي من الدين العام الامريكي حوالي 60,000 دولار. تيجي بعدها انجلترا 9 تريليون، تيجي بعدها المانيا، تيجي بعدها فرنسا. نعم. فتجد ان الدول الغربية اللي هي مفروض الدول القوية اقتصاديا، نعم، هي اكبر دول مدينة عالميا داخل هذا الاقتصاد الميت سريريا. لكن هو عادة جرت العادة ان احنا بنتصور ان هذه الدول يعني تترك مديونيتها تصل الى هذا الحجم لان لديها ثقة داخلية وذاتية بان لديها القدرات الاقتصادية والموارد انها تستطيع كل ده ممتاز مع هذا الحجم. كل ده ممتاز، ولكن دخول اللاعب الصيني في السوق العالمي من اول الالفينات، نعم، وبقوه واصبح مصنع العالم، سحب البساط من تحت رجل
كثير من الدول الغربية وأمريكا، بعدين لما أنشأ منظمة الحزام والطريق وهي منظمة حكومية صينية ودخلت فيها أكثر من 80 دولة عشان تحافظ على أسواقها اللي كانت أسواق تقليدية للمنتج الغربي والأمريكي، كل ده أدى إلى أن هم اقتصاداتهم كمان تباطأت ومش قادرة تقف في وجه هذا العملاق أو المارد الموجود. طب يا دكتور عادل، البعض بيتساءل عن سرعة التدهور الاقتصادي إنجاز التعبير عالمياً مع هذه الأزمات، يعني بمجرد حالة كورونا ثبت ان في وباء عالمي، الدول اعترفت، منظمة الصحة العالمية اعترفت، فرض إغلاقات، توقف وشلل كامل. الآن في الأزمة الأوكرانية التدهور سريع بمجرد ما يعني الأزمة بدأت حتى مع التلويح بعمل عسكري. الطبيعي ان يكون التدهور سريع لأسباب عديدة. السبب الأول زي ما قلت لك ان الاقتصاد العالمي اقتصاد مدين ميت سريريا. السبب الثاني ان روسيا لاعب دولي عالمي عسكريا واقتصاديا، وان روسيا واوكرانيا بيحتووا على احتياطي كبير لبعض المعادن زي الحديد والمنجنيز وزي والبعض الحبوب زي القمح والغلال والذرة، فكل الكلام ده خلى اي ازمه في هذه المنطقه من العالم تؤثر على امدادات العالم بما يحتاجه من مواد خام ومن غذاء، ففي الحالة دي يحصل تأثر عالميا. احنا نيجي بقى هنا للحالة المصرية. مصر في الظروف دي بتعمل ايه؟ الحقيقة في روشتتين علاج. الروشتة الاولى انا شايف ان البنك المركزي المصري والحكومة المصرية بتؤديها بشكل رائع، وانا يعني يمكن ناس كتيرة هتستغرب انا هتكلم اقول حاجات انت هتفاجأ. النهاردة لازم لما يكون عندي صداع وسبب الصداع البرد، ان انا اخد حباية تمنع الصداع وبعدين اعالج سبب الصداع. حباية تمنع الصداع دي ان انا اقلل بسرعة حجم استيرادي السلع التي لها بدائل مصرية ما اجيبهاش، السلع الكمالية قوي ما اجيبهاش، علشان اخلي حجم التصدير اعلى من حجم الاستيراد، وعلشان اقدر اوقف نزيف الدولار، لان الزيادة اللي بتحصل في الدولار معناها انخفاض في سعر الجنيه المصري، وبالتالي يعني مزيد من الصعوبات او المعوقات تجاه ولذلك الاستيراد. اتخذت قرارات صعبه علشان تحد من الاستيراد مش توقفه، وهذه القرارات كانت شجاعه جدا ولكنها صعبه. احد يقول لي بس دي اثرت على رجال الاعمال، لكنها افادت الشعب المصري. انا النهارده كقياده وكحكومه حكيمه انا مطالب ان انا ااكل شعبي، مطالب ان انا احافظ على مستوى من المعيشه لشعبي، حتى لو ده هياثر على بعض رجال الاعمال المستوردين الكبار، لكن هيفيد الشعب انه يمر من الازمه. طيب دي الروشته الاولانيه اللي هي علاج الاثار. بالظبط. لا لسه بنكمل برضه في علاج الاثار. عملنا دي، يبقى لازم كمان نعوم ونرفع سعر الفايدة عشان أجذب الجنيه، فقلل نسبة العملة اللي موجودة في السوق، فأمنع التضخم اللي ممكن يحدث، يبقى في عملات كتيرة ما فيش سلع. أمنع التضخم اللي هو أحافظ على مستوى الجنيه أمام الدولار، ولا بالظبط كده أحافظ على مستوى، مش أمام الدولار، أحافظ على مستوى السوق المصري ما يحصلش فيه تضخم قاتل، إن يبقى في طلب زيادة وعرض أقل، يعني في فلوس وما فيش عرض، يبقى هيحصل تضخم. فيبقى الافضل ان انا ارفع سعر الفايده فاجذب رؤوس الاموال في البنوك، فاحافظ على عدم وجود تضخم ياثر على السوق المصري. ده الحاجه الثانيه، ودي حصل تم رفع سعر الفايده. اعوم الجنيه علشان خاطر فرق السعر اللي الدولار ضرب بيه الجنيه كعمله ضمن العملات اللي انضربت، يبقى انا اقدر اعوم الدولار عشان اعمل القيمه العادله للجنيه فعلا اللي اقدر امشي بيها في قصاد الدول الاخرى وكمان في السوق المحلي. ده العلاج السريع. طب العلاج الدائم ايه هو؟ ثلاث حاجات لا رابع له. الحاجة الاولى ان انا ازود الانتاج. طب انا ازود الانتاج ازاي؟ ان انا اتحرك بقى كحكومة واشوف المنتجين الموجودين دلوقتي اي عقبات قدامهم نزللها لهم، نحاول نساعدهم بقدر الامكان، نحاول نوفر لهم فرص الانتاج السليم والقوي، وكمان احاول اعمل معارض دوليه كتيره داخليا وخارجيا واضم فيها المنتج المصري عشان اعرض المنتج المصري في السوق الدولي عشان يبقى لي موضع قدم. تمام. واقدر ارفع بيه الانتاج بتاعي. يبقى نمره واحد لازم ازود الانتاج. نمره اتنين استمر على تقليل الاستيراد مقابل التصدير. وده يتم بان انا السلع الوسيطه والسلع المصريه تعلو جودتها، وده يكون بالرقابه، الرقابة الداخلية للأسواق عشان أحافظ على مستوى جودة ما ينزلش. الحاجة الثالثة جذب رؤوس الأموال. أول عوامل جذب رؤوس الأموال الحفاظ على الاستقرار السياسي الرائع الذي تعيشه مصر.
تاني عامل من عوامل جذب رؤوس الأموال إن أنا أحافظ على مستويات التنمية والتنمية المستدامة وخطة مصر 2030 زي ما بنشوف الطرق شغالة والكباري شغالة والمصانع اللي بتعمل ومناطق صناعية والمناطق السكنية والزراعة، أفضل أكمل في كل الاتجاهات علشان أدي رسالة اطمئنان للمستثمر اللي جاي يستثمر عندي. لكن هناك نوعين من المستثمرين، مستثمر جاي يحط فلوسه عشان يشارك في انتاج، في انفاق حقيقي يحصل للبلد اخد منه انتاج. طبعا برضو تسمح لي اشرح يعني ايه انفاق حقيقي ويعني ايه انفاق ناقل. انفاق الناقل هو نقل رؤوس الاموال من جيب لجيب، لكن ما فيش دخل في فيش الناتج إضافة. القومي ما فيش اضافه للناتج القومي. نعم. لكن الانفاق الحقيقي اللي يصرف على قطاع يضيف، اصرف على الزراعه فيطلع منتج زراعي، اصرف على الصناعه فيطلع حديد وصلب وسيارات، انشاء كيان اقتصادي جديد مثلا. بالظبط كده. نعم. فالاستثمار اللي جاي حقيقي، نعم، مش هيهرب مني، لان هو جاي طالما في استقرار سياسي وطالما في استقرار اقتصادي وطالما في سوق، وحتى خفض سعر العمله المصريه هيفيد المستثمر ان هيرخص قيمه الاستثمار بتاعه وهيحس ان السوق جاذب اكتر ليه من اسواق اخرى. وكده انا هحافظ على حاجه مهمه جدا، ان مستوى الوظائف يستمر عشان ما يعلاش عندي البطاله، فيبقى اجذب الاستثمار. الحاجه الثانيه بقى، الاستثمار الثاني اللي انا مش مهتم بيه قوي، الناس اللي بيجوا ياخدوا مني سندات اذون خزانه، لان ده اوتوماتيك هو بياخد مني اذن خزانه باقتصاد او بقصير الاجل، هو بمجرد ما هلاقي امريكا راسها فايده هيسحب مني ويروح يدي الامريكا عشان ياخد سعر الفايده، وده ما يهمنيش، اللي يهمني اللي هيضيف لي للناتج القومي الحي. نعم. طيب يا دكتور عادل، البعض لما هيسمع حضرتك كده هيقول هذه امور تاخذ سنين، ربما مش سنين كتيره لكن تاخذ سنين، مش شهور ولا ايام او حتى ربما سنوات قليله قوي، في حين انه الازمه الحقيقه قويه والعالم كله متاثر بيها، فلابد ان احنا نستشرف ايضا بشكل واقعي الى ما نحن ماضون في الايام القادمه. مصر قادره انها تمر من هذه الازمه بشكل سريع وفعلي. الحبات الاسبرين تاخدت صحيحه وفي مكانها، اهم حاجه ان احنا لا نشعر بقسوه هذه الازمه. اللي حصل من تعويم ومن رفع سعر الفايده ومن اغلاق السوق الموازي للدولار او منع السوق الموازي، ان انا كبنك مركزي اقول اللي هيجيب لي عمله مجهوله المصدر او من شركات الصرافه انا مش هقبلها في الاستيراد عشان اعمل حاجتين، اوقف السوق الموازيه واقلل حجم الاستيراد لان مصر لازم تصدر اكتر ما تستورد عشان نمر من الازمه، كل ده وتكاتف الشعب المصري خلف قيادته السياسيه كفيل بانه يعدينا من الازمه بشكل جيد. الحكومه بتراعي جيدا المواطن، الحكومه بتؤدي يعني امور رائعه، عندنا النهارده في حياه كريمه، عندنا النهارده في الانشاءات اللي قايمه، يعني الحكومه النهارده بتؤدي دورها الاجتماعي للمجتمع المصري. نعم. المطلوب من رجال الاعمال واللي عندهم فائض جيد انه برضه يحط ايده معه. انا مش بس افكر ان انا بدفع ضريبتي يبقى انا خلاص، لو اقدر ادفع زياده، لو اقدر اعمل حاجه في مجتمعي البسيط في قريتي. نعم. بالناس اعمل، لان النهارده ده وقت ان كلنا نتكاتف ونعمل عشان نعدي الازمه دي، وان شاء الله هنعديها بحكمه الشعب المصري ان شاء الله. دكتور عادل، اخيرا توقعات حضرتك لاجتماع او قرارات البنك المركزي اللي ممكن تصدر في اجتماع يوم 19 القادم. الطبيعي قرارات البنك المركزي هتكون رفع سعر الفايدة 1 أو 1.5 أو 2% زيادة. نعم. الطبيعي ان هيحصل برضو تحريك شوية لسعر الدولار علشان اقدر اتخطى الازمة وما تحملش جزء كبير من فاتورة الامريكان اللي انا بتحملها غصبا عني النهاردة، لان الدولار هو احتياطي نقدي بالنسبة لي. يعني لابد ان احنا نبقى موقنين ان هذا ربما ما سيحدث، وبالتالي نستوعب ايضا التأثيرات على مستوى الاسواق المحلية. هذه قرارات اقتصادية صائبة، ولو اتعمل غير كده هيبقى قرار صائب. الموضوع مش ان انا اضحك في وش الناس واقول لهم مش هعمل وبعدين الناس تجد السلعة غليت قوي وتجد. نعم. في مشاكل كبيرة. نعم. الصح ان الناس تصارح ويتعرف ان احنا بنمر بضائقة لازم كلنا نتكاتف عشان نعديها. طيب توقعات حضرتك متى تعود ايضا الامور الى ربما الشكل الاكثر منطقية والاكثر طبيعية؟ انا رأيي يعني احنا لو بدأنا اجراءاتنا والسنة دي 22 بقى حجم الناتج القومي بتاعنا زاد. نعم. وده ممكن، مش صعب ابدا، لان احنا اوريدي عندنا قاعده صناعيه جيده. المطلوب مننا ان احنا نساعد رجال الاعمال ان هم يزودوا انتاجهم، والمطلوب ان احنا نفتح اسواق جديده. نعم. لهذا الانتاج لو قدرنا نعمل ده وقدرنا نتكاتف كلنا ويكون في فيجن وفكر خارج الصندوق
وأنا متأكد إن احنا هنتخطى الأزمة بشكل سريع وقوي إن شاء الله. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عادل مسلماني الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك. العفو. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على متابعتنا في هذه الحلقة من القاهرة، تصبحوا على ألف خير.